شال هي قصيبه المديونيه اسمها فينا وتابعوا فينا ديما على نجمه فهم 73278 تليفون على ذمتكم باش تدخلوا معنا اليوم في موضوعنا واللي هو زوم على بلديه قصيب المديوني بحضور سيد رئيس البلديه سي محمد رضا الحاج سالم. مرحبا بك مره اخرى سي محمد رضا. دونك مازلنا مواصلين في موضوعنا نحكي على اشكاليات البلديه امكانيات اليوم البلديه اللي تنجم تقول محدوده نوعا ما. نحكي على فلوس نحكي حتى على معناها العلاقات مع السلطات الاخرى. قبل ما نواصلوا باش نحكيو كما قلت بكري على الليجين سي محمد معنا بالتليفون. صباح الخير ومرحبا. عسلامه نهاركم طيب. مرحبا بك سي محمد تفضل. وبيك عايشك. شو بالله اني حاله خاصه جوست حبيت ندخل خاطر معناتها صارت تكاكا كبيره شوي ان شاء الله خير. باه لا لا باه فيما يخص بلديه قصيب المديوني اي وبربي يا ضي نداء يعني أنت السيد رئيس البلدية إن شاء الله يسمع فيك إن شاء الله يفهم هو يسمع فيك وتنجم توجه له تنجم توجه مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك سيد رئيس البلدية. عندكم الشاحنات اللي تنقل في النفايات من القصيبة للقزاح صحيح تجيب فيك سيركوي معنى تصنيع متاحة طريقة جديدة ذيك ما بين خنيس حتى المطب اسمعني وتبعني الله يرحم والديك تفضل. مرة الشاحنة متاعكم تز في النفايات ما هيش مبيش مرة تمشي قدامي والدوبل علي كرهبة وتقعد الكرهبة ما بيني أني والكميون متاعكم وتطيح شكارة تطيح شكارة هيك كبيرة متاع النفايات في وسط الكياس. صدقني الكرهبة فيها عائلة هرب على الشكارة هيك شوية لصارت كارثة من أنطاف الله أضايا الكل علاش جست باش الله يرحم والديكم نداء لجميع البلدية وصل الملاحظة نتاعك وصلت وتانا ملاحظة نتاعك وصلت سي محمد انت ذولي مستعمل تستعمل برشا الطريق نستعمل برشا الطريق ونعطيك البلديات الكل راهم أناهم ألا هيك يهزوا في النفايات راهو مش معقول بربي يحترمونا كمواطنين الله يرحم والديك شكرا ملاحظة نتاعك وصلت سي محمد شكرا ليك على التدخل يعطيك صح يعطيك صح. مشكل النفايات ما فماش مواطنين تشكيت انه فما قله نظافه في البلاد بلديه قائمه بالعمل احنا معناها اخيرا تم اقتناء شاحنه كبيره نتاع ضغط فيها 16 متر كوب تم اقتناها بحوالي 360 الف دينار وهذا عمل صار قبلي يعني معناها فودي لا فيريتي معناها ناس من النيابه الخصوصيه هذه خدمته معناها قبلي خدمه الخدمه هذه دونك واحنا لكن احنا قمنا معناها تو في الفتره نتاعنا ندخل الكميون هذا والحقيقه دون ذلك احنا في 2020 باش نعملوا باش نخرجوا جزء من بلديه قصيب المديوني في التنظيف على معناها على باش يقوموا به الخواص دون احنا دونك باش تعطيو للخواص خذينا قرار في المجلس البلدي احنا باش نعطيو جزء من 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 البلديه دونك باش يخرج تري بروشينمون في شهر جان في تو باش يخرج باش ندخلوا الخواص في جزء التنظيف من البلاد باش نرجعوا للنقطه اللي كان تم ذكرها بكري شويه في الغوبورتاج نتاعنا مع زميلتنا هدير نيبلي المشكل دار الثقافه صحيح دار ثقافة عبد الحكيم بجوات ما تسمى بدار الشعب أنا تربيت في وسطها ومعناها وحاجة معناها تعز ويحبها القصيبين الكل ألا في عمري ولا حتى لبعدي أما توا ما عادش نشط فيها شوية نشاط لكن معناها فيها شوية مسرح شوية كذا فيها شباب لكن هي شو اسمه الحالة نتاعها متردية جزءا أي. يا ودي قديمة برشا باهي من 2011 كما قالوا 2012 ما تمش تدخل الصيانة دونك العباد اللي ينشطوا غادي كاي وانا شايف شباب يعمل كيف اللي قاعد ينشط غادي كاي سيرتو شباب المسرح ونحييه من هذا المنبر فهمتش لا دونك المشكله الاساسيه انه هو ما ثماش الصاله كبيره ما تنجمش تدخلها المشكله انه هما في النيابه الخصوصيه السابقه تعهدوا باش يعملوا دار ثقافه جديده قالوا كي مدعي للسقوط وكذا انا وفي المجلس الاخرين قلنا لا هكي عندها رمزيه ثقافيه تهم القصيبين الكل وانا كرئيس مجلس بلدي ومع المجلس البلدي اتفقنا انها كي معناها لازم تدخل الصيان في الجلسه الاخرانيه تم تحت الشرف السيد الوالي تم معناها المدير الجهوي للثقافه الله بالثقافه قال وتعهد في محضر جلسه عندي منه نسخه انه باش يخصص 100,000 دينار خلال 2020 للقيام بالصيان. وقتاش تبدا الاشغال؟ وقت اللي يجي الفلوس؟ وقت له هو مدير جهوي ثقافه علاش مدير جهوي ثقافه يلزم هو انا كتبت له عملت له مراسله رسميه بعد الجلسه يلزم ينسق مع التجهيز باش يعمل دراسه شنو باش يعمل بال100 مليون
ويخصص خلاص هذه بين التجهيز ودار والمدير الجهوي للثقافه. احنا كبلديه معناه يتم اعلامنا بذلك والمتابعه. اما لا عندنا الفلوس لا عندنا الدراسه. دونك تم في محضر جلسه الاتفاق وتم امضاء محضر جلسه تحت اشراف السيد الوالي بحضور المدير الجهوي للثقافه والمدير الجهوي للتجهيز وتم الاتفاق على ذلك. واضح. لجنة الثقافة سي محمد رضا ناشطة اليوم في بلدية قصيبة مدينة. والله اسمع أنا نقول شوف أنا النسيج جمعياتي في قصيبة مدينة هو ناشط بصفة عامة. أنا عندنا الحاجة الباهية في قصيبة مدينة أنا عندنا جمعيات ناشطة عندنا الشيك عندنا الرياضة عندنا العدو الريفي عندنا الكرة الأنشطة الرياضية موجودة رياضية وثقافية حتى ثقافية وعندنا مسرح بلدي معنا مسرح هواء طلق دونك دور حتى في الجلسة الأخرانية تعهد السيد الوالي مع كيف مع المدير الجهوي للثقافة باش يخصوا له 135 ألف دينار في 2020 للقيام بالإصلاحات اللازمة ومعنا تهيئته خاطرش معنا لازم يكون يشرف البلاد دونك ثم تعهدات عندنا محضر جلسة خاطرش ما تعرف المسؤولين نجموا يمشيوا ديما تبقى المحاضر جلسة أي بيطبيع تبقى تعهدات. احنا بالنسبه لنا انا نوعد به انا احنا قمنا ببعض النشاطات وعن كما شنو عملنا انيماسيون في البلاد جو جماعه عملنا ساعات نحفلوا الاطفال عملنا لهم زوز ثلاثة في العطله هذه في العطله اللي تعديت لا في العطله اللي تعديت ما عملنا حتى شيء فنداني شوف ديما لا فانديسيون ديما في اخر في اخر في اخر ما فهمش اما جينيرالمون في شهر مارس هذا بقدره الله نوعد انا من المنبر هذا باش نعملوا نشاط في وسط البلاد. باهي نرجعوا نحكيوا عليه بعد الاخبار النشاط هذا نشوفوا الانشطه الثقافيه اللي في جهه تقسيبه المديوني كيف متابعه الانشطه الرياضيه ونشوفوا الليجان اللي موجوده في بلديه تقسيبه المديوني صلب المجلس قاعده تخدم على روحها والا لا. خليكم معنا ما تبدوش الموجه 73 278 600.